سلطان جرد الإنسان حالاً صبح يغان غربة والمحال سالي الزمان شمس تبان ويعم الأمان كان يا مكان ظلم سلطان جرد الإنسان حالاً صبح يغان شمس تبان ويعمل آمان تمسري وحدي ما عندي صدر حنين ما يعلم أمري سوى رب العالمين نفضح أمري مع كريم حل عينيك منيح عرفنا من راك تهدر مانيش خدام عندك فيق مع روحك انت قاعد تكذب عليا تحسب اني ولد صغير نرضع فيه صبعي نسمع ونامن صنع انت اللي وصلتها للديب ودوك انا وياك رجلي ورجلك كان كاش من نلقى السلعه مشبوهة اليوم نخرجها فهمت والعلاقه اللي بيناتنا تنقطع كريم هذا هو كريم كترت بزاف على وصاك
تعطلت بزاف بزاف على وصلك كريم. رايحين نهضر معاك. واش كاين؟ غير الخير ياك سيبو، خلاص خرجتك من حياتي. علاش تحاكمني؟ قلان بات لك توحشتك جيت نشوفك انت. شوف نهضر معاك ياك سيبو، انا خرجتك من حياتي، روح كمل عيش حياتي التمسخير اللي راك فيها، احلام اليقظه تاعك كش ما تحقق لك امنيه منهم. هذا على بالي بها، شفت بعيني ماشي حتى تحكي لي. سير الاحلام تاعي جوك يقظه كيما راك تقول. صديري حاجه في بالك، انا جيت اليوم باش نعرف حاجه برك. اللي هي خونا اللي بدلتيني به كاش بروجي تاع زواج ولا والو؟ ها شفيات، هادي حاجه ما تخصكش، هادي حياتي، وباش نهني لك قلبك راهين نتزوجوا وقريب نعرضوك العرس ان شاء الله. ملا استوار دامور كبيره بيناتكم. رياض هادي حياتي ما تدخلش راحك فيها، فهمت؟ انا ما جيتش باش ندابزك ولا نشوفك اليوم ولا نكسر معاك الهضره. عندي واحد الامانه حبيت نوريها لك. ها وي يما. ها ها خلاص راني جاي راني جاي. صح مازال توجد الحكاية وحده. ما كاين والو سي بون. كيفاش ما كاين والو؟ مازالو ديرونجي فيك هاد الصامت. قلت لك لا لا، كانوا حوايج تاعي عند اختو جابهم لي وخلاص. كيف كانوا حوايج تاع اختو عندك عند اختو؟ زياد وشنو؟ سي بون. تو مناس كريم. هادي عندي تاني. الدراهم ما كفاونيش. شوفي خرجي لي من حياتي، اختاني. اسمع ما رانيش نطلب فيك، فهمت؟ حقي حقك اديتيه. الدراهم اللي عطيتهم للمرة اللي فاتت قليل قليل بزاف. شوفي هذاك الوقت فات وانا تبدلت، وهذا رجليك اللي راكي رايحه جايه به ماليا كنت كملي هكذا نقصهم لك ونقص لك لسانك معاهم. واذا راكي حابه تموتي راكي حتى مشكل. القتل ماشي جديد عليك. هذيك هي بالذات ملا بعدي على طريقي. ياسمين اكي سير خرج من السبيطار ياك. ايه شرط نقلت لي. هاي خلاص نجي معك. لا لا مصطفى معليش نروح وحدي. صح طلعيني ياسمين. ما كان لا انت بيا غير نخرج نمشي شويه. ياسمين روحي اطلعي افري شغالاتك راني نستنى فيك، ما تنسايش راكي امانه عندي. Thank you.
هضرت الارقام اللي دخلت وخرجت من عند شهاب راهي كامل هنا. صحيح. شهاب مرحبا بك عندنا اليوم. نوجد لك ضيافه تليق بك. امين. قاضي ياسمين قاضي، واش كاين لميا؟ رياض راح؟ رياض راح خلاص. نروح نشوف بابا. تحمد غادي تشوف هادوكا. علاش واش بيه؟ الدواء عنده كونترول دوكا عند نروح لميا. هذاك باش نشوفو. انت روحي ياسمين وقعدي هنا، ديجا كتباني عيانة. ومن بعد كيوليو تروحي تشوفي باباك. اش ما نجيب لك؟ يفرج ربي الدنيا دي كفاح صغيرة. واش تقصدي؟ عبالك بنت خالت كريم. واش بيها؟ عبالك مرت من؟ أنا عاونت كريم بلا ما نعرف مرت من ولا باش صرالها. مرت طارق. طارق؟ شكون طارق؟ طارق، طارق اللي كان معنا في الجامعة. طارق اللي كان يحب إلهام وقتل باباها وهرب. أنا جامي شكيت فيه فؤاد. على خاطر كنت تحبيه وهو كان يحب إلهام. شوف أنا ما تدخليش في الراس، واحد يحب واحدة ويقتل باباها. هاجر دوك حنا على ناكلو. خلينا منهم كل واحد يعيش حياته بعدين. مش قاعد تخمم فؤاد؟ شفت وسويس هذا نحيه من راسك. انا طارق جامي كان ليا. الوقت اللي ظهرت فيه هذه ياسمين ظهرت سلوى. لا لا ما لازمش نزوس روحي. هذه ياسمين ما عندها حتى علاقه بسلوى. مش قاعد تخمم؟ تخمم دي ياسمين الملكة انت عشق قدام راجلها. جميع حنا فهمك. يعني هذا كنت تكرهه في الجامعة ودركا حيب تعاون مرته. حطي في بالك بلي هو راه بعيد ما على بالوش بالشي اللي راه صارين هنايا. حطي في بالك تاني بلي كلش تبدل يا مرتي. كلش. بون ناكلو ماجيشنا. صحتك. سلمك. أنا اللي عندي قلته لك. حبيتيني لأنك حلفي لي. حلفيلي بليك ما كان والو بيناتكم. هبلتي سونيا؟ ما نش دراري.
جي با اون اوتر سوليوشن باسكو ما قدرتش نمنك. يصح منك؟ اه لازم تحلفي لي. علاش راكي خايفه؟ حلفي لي قولي لي ما كان بيناتنا والو. والله لا لا ماشي هكداك. قولي لي والله ما كاين والو بيني وبين خالد. والله ما كاين والو بيني وبين خالد. وما نحبوش. لحقتو ولا مازال؟ وعمي حسين وش راه؟ الحمد لله يا ربي. اه تاتا زين كش ما تحتاجي راني هنا. اراكي في عود ماما. تاتا زين بتعيشي؟ قولي لي رياضة وفي الدار؟ ها راح يشري دواء. هيه داكوغ. لا 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 تصيد عليه برك. ايه هيا تهلا في راحك. صح صح بقى على خير. يا ربي وين راحتك هاتي؟ يا ربي وسترها. وانتي ما عندك ما دخلك وجهك صحيحه بخي كاع واش درتي جايه لهنايا. صوني انا نقول لك ما تخليش روحك فيا. خرجي. اش كاين؟ اش كاين؟ صوني اجي كنتي خارجه تحوزيني ماما بخي كاع واش درتي ديفوندي عليها. خرجي صوني قلت لك. شرب دواه والقد وراه مليح وروحي. روحي روحي قبل ما يرجع رياض اللي فينا يكفينا ما زلناش المشاكل. يما ما تزيدش ترجع لهاد الدار حتى تجي مع هذاك الراجل اللي هدرت عليه وحتى يبرد هذاك الشبح. you
ياسمين وش بيك؟ هاجر صافا؟ الحمد لله، نقولوا الحمد لله كيف؟ الحمد لله. انت لاباس؟ مصطفى لاباس؟ صافا لاباس الحمد لله. كمان في الوقت لافات ما تلاقيناش. صافي بوكو دخول هونتون. شوفي كريمة، رحت للحانوت تاع مصطفى هو اللي بعثني للدار. مشيت نسقسي ياسمين واش راهي؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. فؤاد حاب يخبرها، كون حابة ترجع لأمريكان تشوف راجلها، تعطي له برك الباسبور، هو يتكلف كلش. كتر خيركم هاجر. كريمة نعرفوا بعضنا من لافاك، بس نورمال نعاونوا بعضنا ولا ني غلطة؟ إن شاء الله. شفتك نخلي لك النيميرو وقولي لها تعيط. داكور داكور وي أسني. كريمة نروح. شربتش حتى قهوة ولا زربانة شوية؟ جيتي هكذا ولا هكذا؟ هادي رواحي ان شاء الله ان شاء الله. ايا بسلامه كريمه. سلام حبسي ما توصلنيش، خلاص نعرف الطريق. ايا بسلامه كريمه. ومصطفى هادي علاش بعتها هنا؟ جعفر وكي خرجت من المحل وين راحت؟ جاب لك عند من؟ خلاص عيط له وقولوا الخدمة تاعك خلصت وروحوا للديبو من بعد شوية نجي. صح مصطفى، ياسمين راهي عندك يا مصطفى. لا دوك نعرف شنو ندير معك يا طارق، نعرف شنو ندير معك. عيط لابوليس. ماشي منا ماشي منا. شربها انت يا بصحتك. لاميا سالو، هاني خريت لك الحوايج جا عند لبنى. لاميا قولها ترد بالها على روحها. صح باي باي. Hop, hop.
هيا اكتيفو. هيا هيا الو الشرطة، أنا عمي معكم كريم. أنا عمي والله غير نبقى نتبع فيك كي يضلك. دوك تعرف شكون هو كريم؟ بيني وبين باباك ما يخصكش، تخسروا دراهم كبار وتقول لي ما يخصكش. راه مريض، مريض بزاف. صح، قول لي خسرتو ولا سرقتو؟ باباك ربي يشفيه، وكي نكمل الخدمه اللي عندي ما راح نطلع عليه. اذا بابا ما قدرلكش انا نقدر لك. سلام هاي في الامان. سيبو نروحو. سيبو علاش راح؟ كما فهمتك. اوكي أمل، كيفاش راكي تحسي روحك بنتي؟ وش هو الوجع فيك؟ كلش ماما كلش. راسي ليش على فيك النار؟ اسمعي نروح نجيب لك دواء. شوية ماما. وش بيك؟ كنت باني مقلقة. لا لا هاني مليحة. وانتي
خيتو شوفي كيما حكيت لك حنهبل ما بيش كاع واش صرا لي. هضرتي مع امل؟ هضرت معها وهضرت مع خالد بصح الهضره معاها ما فادتش. لازم لي ديبخاف. شوفي سمية انا امل جبونس با ديرها بيك وتقعدي انتي خطها. كي اختي انا اختي من لحمي ودمي وخبات عليا مانيش حابه نماض روحي بلوس كو سا. انتي سمحي لي كثرت عليك سونيا خسر عليك انا راني هنا وقت ما تحتاجيني. بصح نقولك حاجه ولا تحبي خالد سمحي له ورجع له بس من يقول اللي حب ما يفرط داك خصنيا هلا هو انتي انا واش انتي يا اخي تحبي خويا كي ساكته سونيا ماشي كيف كيف انتي خالد يحبك ربي يفرج انا نروح لا لا باي باي نسيت الطاقم قبل المحرره ندخل خيش من داك النساء روحي ماشي ما فينا عيطوا لي بالبريفي هذا السور خالد حبي يسمع صوتك هيا روحي ريحي ودوك يعيط لك تفرى ان شاء الله جيسبر كما كنت مخبيه عليه حتى حاجه بديش كيما ياسمين ما صرا لك والو انتي اللي عيطتي لها دوكا ياك ايه انا وسمعت كلشي واش قالتو قالت لك بلي انا تاني خبيت عليها صح لميا لو كان حكيت لها لو كان مانيش هنا اليوم المهم انا نروح ياسمين قعدي اليوم باتي وغدوا ربي يفرج لازم نروح عند مصطفى كريمة وين راهي ياسمين كاشا وعلاش وين راحت جاو لابوليس يحوسوا عليها كيفاش جاو لابوليس يحوسوا عليها هنا في داري وسقساوني على طارق الو ايه انا جايه وشنو صح صح واش قالك لميا مصطفى قلب لي كاني معسوسه البوليس يتحوس عليا في جال طارق كيفاش غندير لميا بقاي هنا دار داري ودارك تيتاني قاعدي قد ما حبيتي داكور ياسمين عندي شحال واحد اخر خلاص
خويا جعفر، علاش مستنيتوش حتى الصباح؟ علي خلاص، كيفاش؟ كيفاش؟ ادي كاع الجماعة دوك الكراج وخرج كاع السلعة اللي هي تما دوك. كيما مال فتح كمها تحبط وتطلع بعد ما قلت برات. شتي يا سعاد، كان داك نهار خليتيني راح نجيب لها طبيب، كانوا هما درك على بالنا علاش عندها الحمى هادي. نبيل شفتها ريحت ولات لقرايتها، تبدلت شويه ولات ما تهضرش بزاف، بصح ما قلتش تمرض هكذا. انا راح نجيب طبيب ونجي دوك نولي. نبيل نعم يسجيك ما تبطاش. ما نبطاش دوك نجي. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اسمعي، من وقتاش وليدك رجع يبات البرا؟ قال بلي عنده خدمة ما يقدرش يجيبها للدار، تاع الموسيقى والغناء تاعو، ما حبش يقلقك، بات عن صاحبه هذا ما كان. يا زينب راه يغلط وانتي راكي تخبي عليه. انتي كنت
انت عارفه باختك؟ لا لا بابا والله ما كنت على بالي. عايشين في دار واحده، واحد ما على باله بواحد. يا اخي عائله، يا اخي يا اخي عائله يا اخي. حسين ما تقلقش روحك، اللي صار صار خلاص. ما نقلقش روحي، انا موتي خير من حياتي. يا ترى وين راهي بنتي؟ واش دارت بنتي؟ واش درت لها؟ انا اللي بعتها تقرا في الخارج. هل ترى حافظت على نفسها ولا غلطت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب على بالي صراحه. جي بابا وجي مع طبيب. أنا بنتي. ألو. انا عند فؤاد دوكا. لا البارح انا سنيتك في الكارج، انت علاه ما جيتش؟ كيفاش مصيبه؟ ايوا انا واش دخلني؟ دوكا وليت شريكك. شوف شريكي عايز نقول لك حاجه. انا دوكا اختي هي مريضه وانا مع الدار. يا صاحبي نتلاقاو في الشركه ان شاء الله. صاحبي قالوا حضرات كما توقعت. لا انا ما درت غير الواجب ديالي. صح في امان الله. كريم ولا ما زلت لك خدمه تقدر تروح وليديا؟ لا يا معاد ما عطينيش خاطري، انا نروح ونخلي امل في هذه الحاله. ريح معك. راني معاها ما تخافش. خلاص كما تحبي. الحقها كاش ما تكون حاجه ولا عيطي لي. ما عليه. سلام وليدي. على سلطان جرد الإنسان الحلال.